اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. يوم جديد في ملاعبنا، انتهت فيه الجوله 18 بمباريات مهمه، جوله اخرى من جولات دوري الخليج العربي طوت صفحاتها، ولكنها وقعت اليوم على تفوق فريقا على حساب اخر في رحله السباق نحو التتويج بلقب الدرع. والحديث عن نتيجه مواجهه القمه بين الشارقه والجزيرة، حيث خرج منها فخر العاصمة بفوز وضعه الآن على جدول الصدارة، لكن مواجهات اليوم كانت كذلك استثنائية للأسبوع وحملت فيه الكثير من النتائج اللي غيرت من جدول الترتيب. كل هذا وأكثر رفقة ضيوفي في الاستوديو أحمد خليفة حمادي. أهلا ومرحبا أبو خليفة. الله حيك أبو الرحمن. يا مرحبا. وكذلك الترحيب في بخيت سعد أبو ثاني، مسيت بالخير. مرحبا يا مرحبا. الله يحييك. الله. وكذلك الرحب بالكابتن جمال بوهندي. أهلا ومرحبا. يا مرحبا عبد الرحمن. مساك الله بالخير. نستهل حلقة اليوم بالحديث عن انتصار العميد على حساب حتى الجريح، انتصار أحيا به النصر آماله في التتويج باللقب والاقتراب أكثر من مراكز المقدمة. لننتقل بعدها إلى لقاء برياس وعجمان، حيث خرج منه السماوي بفوز مهم قلص الفارق بينه وبين صاحب المركز الوصافة إلى نقطة واحدة. إثارة الجولة استمرت مع مواجهة القمة بين الشارقة والجزيرة، والتي انتهت بفوز مستحق وعريض لفخر العاصمة، وضعها الآن أن يكون المتصدر الوحيد لدورنا. تغطيتنا مستمرة، وهذه المرة مع مباراة شباب الأهلي وخورفكان، والتي أقيمت على استاد آل مكتوم في دبي. التأهل إلى مشهد النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، على ما يبدو أنه قد بث روح المنافسة مجددا عند لاعبي العميد، حيث لا وهو خرج بانتصار صعب أمام متذيل الترتيب نادي حتى في ظل المواجهات الحاسمة على صدارة جدول الترتيب. الجولة 18 بالنسبة للعميد وضعته لأن يكون في مواجهة سهلة على الورق أمام متذيل جدول الترتيب نادي حتى، الساعي لجمع المزيد من النقاط من أجل الهروب أكثر من شبح الهبوط. المشهد الأول رغم فرص الفريقين إلا أنه لم يشهد جديد على مستوى النتيجة. ريان مينديز المتألق كان وراء صناعة الهدف الأول لأصحاب الأرض، بعدما قدم تمريرة على طبق من ذهب ترجمها زميله جاسم يعقوب إلى الهدف الأول في الدقيقة 85. رامون دياز يقترب أكثر بهذا الهدف من خطف نقاط المواجهة، وهو ما أكد عليه مينديز الذي وضع بصمته على الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع. النصر يستمر بالاقتراب أكثر من مراكز المقدمة بوصوله إلى النقطة 33، فيما خرج الإعصار بخسارة أخرى في الدوري. بدأنا المباراة بطريقة سيئة بعد مجهودة كبيرة بذلناها في آخر مواجهة ضد الشارقة. أعتقد بين الشوطين لمسة المدرب كانت واضحة من خلال الهدفين، نطمح لإبقاء كامل حظوظنا في الفوز باللقب. لو نتحدث عن المباراة، أعتقد أنها كانت صعبة جدا أمام فريق يعاني في قاع الترتيب. تمكنا من تجاوز ذلك بصعوبة كبيرة وأبقينا على أملنا في المراكز المتقدمة جدا. كل شيء رائع، تلقيت استقبالا مثالي، إمكانيات النادي كبيرة والأشخاص رائعين جدا. مع مرور الوقت نقدم أداء جميلا، لكن العكس الذي حدث في الشوط الأول اليوم، لكن في الشوط الثاني الفريق استعاد قوته وتركيزه وحققنا الأهم.
creo que los cambios estuvieron muy bien. أعتقد أن التغييرات أتت بثمارها ومنحت ديناميكية وفرصا عديدة ومتنوعة. العميد يواصل العروض الإيجابية اللي يقدمها، وذلك في فترة مهمة من عمر الدوري، يطمح فيها النصر أن يخرج من هذا الموسم على أقل تقدير ببطولة. كل ما يستطيع أن يفعله النصر في المباريات الأخيرة وهي حصد أكبر عدد من النقاط ليزاحم فرق الصدارة. النصر بعد ما بدت يعني الأمور من بداية الدوري للمنافسة على درع الدوري والابتعاد قليلا ومن ثم العودة من جديد، كل هذا يجعله دائما تحت الدائرة، خاصة أنه الآن يملك يعني مدرب غني عن التعريف، صاحب سيرة ذاتية كبيرة جدا، رامون دياز أبو خليفة. النصر حقق انتصار مهم بالنسبة له، انتصار في توقيته، تعثر اليوم متصدر دورينا وتغير المقاعد هناك في الأمام، تخدم فريق النصر لمواصلة عروضه المميزة ومزاحمة الصدارة. بسم الله الرحمن الرحيم. النصر اليوم ما كان جيد، نعم. رغم ذلك فاز، يعني نرجع للمباراة ونتذكر المباراة ونشوفها، نشوف كان يعني هجمات النصر كانت نادرة جدا في المباراة. صحيح أن تيغالي يعني مو هو تيغالي المعروف، لكن تيغالي غيابه يأثر كثير عن النصر من ناحية الهجومية، ولاحظنا هذا الشيء في مباريات سابقة. نعم. اليوم مرة ثانية لعب حبيب الفردان في مركز، مو في مركزه، مركز رأس الحربة، وغاب الشكل الهجومي عن النصر في المباراة هاي. والنصر كان محظوظ يعني أنه في آخر المباراة الوقت اللي قل فيه التركيز عن الفريق حتى أنه سجل هدفين، نعم. ويعني وفاز وخذ الثلاث نقاط، لكن ما أعتقد أن الشكل اللي شفناه اليوم في مباراة حتى النصر حتى له ارتباط بالمباراة الأخيرة اللي لعبها النصر أمام الشارجة في نصف نهائي كأس السيدة صاحب سمو رئيس الدولة، والمستوى اللي قدمه والشكل الهجومي. هذا اللي علله اللاعب ريان مينديز، قال قدمنا مباراة كبيرة هناك أثرت على مردودنا، نعم. اليوم في نعم اليوم بعد للمرة الثالثة أو المباراة الثالثة على التوالي، ريان مينديز هو يعني رقم واحد في النصر، هو اللاعب اللي إذا يتحرك مع النصر، هو اللاعب اللي يصنع ويسجل في النصر، يعني يذكرنا بيغور أيام تألقه، يعني وأهميته وتأثيره في فريق الشارجة. اليوم مينديز هذا يقوم بهذا الدور في نادي النصر، صنع هذا الهدف الأول وسجل الهدف الثاني، لكن يعني أعتقد أن النصر حقق المطلوب منه، حقق ثلاث نقاط، وأن النصر أعتقد أنه كان محظوظ أنه لعب هاي المباراة أمام فريق مثل الفريق حتى، نعم. للفريق اللي كانت إمكانياته الهجومية محدودة، الفريق اللي يعني كان مراهن مدربه على أنه يخرج بنقطة التعادل، يعني ما كان يعني الفريق حتى ذاك الفريق اللي يملك القدرات الهجومية ويملك اللاعبين المميزين اللي قادرين أنهم يفوزون. رغم ذلك النصر يعني فاز في المباراة، وهذا مهم جدا لأنه خارج من مباراة كبيرة في نصف النهائي. نعم. غياب أرجع أقول لك غياب تيغالي يؤثر، لأن تيغالي مهم جدا في منظومة الفريق الهجومية كمحطة رئيسية كرأس حربة صريح. أعتقد أن نادي النصر لابد أن يوجد يعني لاعبين آخرين في حالة عدم وجود تيغالي أو غيابه أو إصابته أو لأي سبب من الأسباب، أن يقومون بنفس الدور، لأن النصر أعتقد أنه ما عنده يعني لاعب ثاني يلعب في هذه الخانة غير تيغالي. بالتالي اليوم النصر دخل خلينا نقول في منطقة، هو في المركز الرابع الحالي، دخل في منطقة اللي النصر كان فيها زمان، يعني قبل ما تصير الهزة اللي كانت في النصر. النصر كان صحيح. واحد من المنافسين على بطولة الدوري، واحد من الفرق اللي كانت في مقدمة الدوري، لكن حصل التراجع. لكن اليوم مع ريمون دياز يثبت مباراة بعد مباراة، يعني أن يعني بدا يعني تأقلمه مع الفريق، معرفته باللاعبين، التشكيلة، التبديلات، جاسم يعقوب نزل وسجل هدف، يعني لأن الوقت اللي فيه ريمون دياز وقت صعب جدا، وقت صحيح. نعم. وقت في وسط يعني في وسط الموسم، في وقت إن الفريق يلعب فيه مباريات مضغوطة كل أربع أيام مباراة، لكن أعتقد أن إلى الآن هو حقق المطلوب منه ويقود، نعم. الفريق بشكل ناجح.
واقعيا ابو ثاني حتى الان النصر يعتبر ناجح في هذا الموسم ويطمح يخرج ببطوله، هو متواجد في اكبر بطولتين كاس سيد اصحاب سمو رئيس الدوله رايح النهائي، وفي الدوري ما زالت حظوظه قائمه بشكل كبير حتى في كاس الخليج العربي موجود. كذلك نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نبارك الفوز اليوم لفريق النصر، طبعا هارد لك فريق حتى. يمكن انا اول شيء ببتدي فريق حتى اليوم لعب مباراه على مستوى عالي جدا من ناحيه التكتيك ومن ناحيه السيستم الدفاعي. بس ما ينفع اكل هذا بخيت، خلنا نكمل الثاني. ما ينفع ينفع لا اليوم انت فرق، اليوم انت تتكلم حتى يمكن مباراه النصر، اذا انت ما شايف المباراه، اذا بتكلم عن مباراه النصر وحتى انت يعني بيجي على بالك ان فريق حتى اللي هو طبعا متذيل الجدول الترتيب، فريق حتى اللي يدي مباراه كانت جدا سيئه في الفتره اللي طافت، لكن اليوم بكل امانه نعم. لعبوا مباراه قويه جدا، استبسال طريقه الدفاع حتى في الهجمات العكسيه كان موجود عندهم اللاعب لاعب نادي الوصل السابق عبد الله كاظم على مستوى عالي في الهجمات المرتده، في لاعب يمني الصراحه اول مره اشوفه اليوم لكن مستوى جدا ممتاز من الناحيه الهجوميه نعم. فاعتقد ان الفريق حاول قدر الامكان انه يعني يحرج او احرج اصلا بالفعل فريق نادي النصر، يمكن الدقيقه 85 ولا فرصه اكيده، رغم ان الهجوم كان كاسح على فريق حتى ولكن ولا فرصه مؤكده، يعني مثل ما تقول فرصه نعم. مؤكده لتسجيل هدف الا هي فرصه مانديز، وطبعا مثل ما تفضل ابو خليفه مانديز قام بهجمه عنتريه وهجمه طبعا من ناحيه اليسار وصلح الكره لجاسم يعقوب ويا الهدف الاول وسجل الهدف الثاني. طبعا مانديز هو الفارق حاليا بالنسبه لفريق العميد النصراوي، يمكن ريان المدرب ريان راموس ديان طبعا من المدربين اللي ادوا نقله نوعيه في التغيير، حتى تغييرات بالنسبه للتغيير اللي غير ثلاث لعيبه مره واحده، دخل جاسم يعقوب، دخل صحيح محترف برازيلي يعتبر مقيم كان كمثابه راس الحربه، يمكن بدايه لعب بطريقه راس الحربه الوهمي ولكن غير الطريقه واستوى الضغط اكثر على الفريق حتى، ومن خلاله طبعا سجل فريق النصر الجول الاولي والثاني. الجول طبعا احنا يمكن قلت انت عن فريق النصر بالفعل موجود في ثلاث بطولات حاليا نعم، واعتقد انه يعني حاليا يمشي بطريقه يعني ممكن مريح بالنسبه للمتابعين وجمهوره، لان فريق النصر يمكن الكثير يبغي من الاكثر تغير شكله مع رامون دياز ولا تغير بدايه الدوري هو النصر اليوم يعني لا تغير الفريق، ولكن يمكن انا يعني انا اذا كنت نصراوي بكون يعني زعلان على روحة كواز لفريق الجزيره، لان كواز يعطيك الكثير من الامكانيات الهجوميه، يعني حاليا احس ان مانديز وهو الوحيد اللي يحاول طبعا من ناحيه مثلا يعني قصدك خروج كواس من النصر كان خطا يعني المفروض ما يطلع. خطا يعني كان طيب. بينفعك اكثر يعني كان اذا موجود في الفتره، ولاحظت كواس حتى يمكن مباراه اليوم ادى مباراه طيب. جميله امام فريق طيب. انا قبل لا اروح للمؤتمر الصحفي لما اقول لك بثاني ما ينفع حتى لسبب، اليوم حتى في مباراته هذه طلع بلي نقاط، طبعا تغير الاداء يمكن حتى اليوم استحوذ على فكره 35% في مقابل 65، أربع ركنيات في مقابل 10 يمكن. يعني مباراة بالنسبة له في النهاية الحصيلة السلبية، لأن الجمهور حتى يبحث عن أي نقطة. إبراهيم أنا 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 كمتابع لفريق حتى كرياضي صحيح، إذا أشوف فريق حتى لا يؤدي ولا يفوز أقول يعني بالفعل أن هذا الفريق مفروض ما يكون في دوري المحترفين، ولكن إذا يؤدي ويخسر صحيح. كرياضي أنا ما أتكلم عن عاطفة كمتابع لمباراة نعم. متذوق يؤدي طيب. ويخسر ما في مشكلة، ممكن أنت في المباريات الجاية لأن أنت كياس تأخذ خبرة في الفترة هذه، أنت حاليا لعبت أمام نادي النصر وطلعت بوايد أشياء إيجابية طيب. ممكن تلعب ضد الخصم المباشر وتأخذ حالياً نعم حاليا فريق نعم. عمان خسر والوضع مثل ما هو ما تغير شيء في القاع نعم لو ضاعت مستمرة فريق عمان خسر وفريق حتى خسر، فبالتالي حتى طيب. لازم يركز أكثر على المباريات اللي هي المباشرة بين الفرق اللي قريبة منه. واضح، نحن راح نروح للمؤتمر الصحفي للمدرب بعدها نعود للكابتن جمال بوهندي. If game is you know 80 minutes we will get you know maybe 10 points more, but unfortunately for us the game is 93 95 minutes. للأسف إذا كانت كل المباريات 80 دقيقة كنا ممكن نكون حاليا ضايفين على رصيدنا 10 نقاط، لكن للأسف كل المباريات 93 أو 95 دقيقة.
We came here to try to. أتينا لملعب المباراة أكيد لاحظت نقاط إيجابية. كنا نعلم أو بطبيعة الحال نعلم أن فريق النصر لديه أفضلية أكثر من فريق حتى. لعبوا مباراة يوم الاثنين كانت مباراة قوية في كأس رئيس الدولة. حبينا نستفيد من التعب البدني للاعبين نادي النصر والحالة الذهنية اللي متواجدين عليها حاليا. لكن بكل تأكيد فريق النصر فريق كبير، لديهم الجودة في أيضا في عدد اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق. إنسان حال المدرب يقول ماذا عشاني أفعل؟ الأمور صعبة عليه، فريق حتى يقابل النصر والنصر جاي منتشي، صحيح نعم عامل يمكن الجهد البدني واضح على لاعبين النصر في المباراة اليوم، لكن كل هذا ما منع فريق النصر أنه يفوز في المباراة على حتى. المدرب أبو خالد قال نقطة مهمة، قال إذا المباريات كرة القدم 80 دقيقة أنا الحين فايز وضايف لي أقل شيء 10 نقاط، لكن لازم يمرن لاعبين على 90 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن هاي النقطة أنا نفس الشيء قلتها في الدور الأول، والمباريات تنتهي في الدقيقة 80-85 صحيح بيكون كذي، لكن هاي يمكن مجرد إنه تبرير. لكن خلني أقول لك ملاحظتي على المباراة وعلى حتى وعلى دورينا بشكل عام. إبراهيم، أي دوري في مربع تنافس على الصدارة وعلى اللقب، وفي مربع صراع تنافس وصراع. نعم. تحت هناك تنافس على المربع وهني صراع على عدم الهبوط. صحيح. هني انت في كفريق حتى عندك مربع تحت اربع فرق، لو ناخذها كمجمل وكان الجوله هاي لم تلعب للفرق الاربع اللي تحت، لانه ما تغير شيء، كلهم خسروا. صحيح. اليوم حتى خسر الفجيره، خسر عمان، خسر خرفكان، ايضا بعض العرض الجميل اللي قدمه ايضا خسر. صحيح. لذلك العرض ما يشفع لك. اليوم فريق حتى بمدربه بمتابعتنا نحن للمباراه 85 دقيقة مثالية. طيب. قدموا واحد من أجمل، يعني واحدة من أجمل مبارياتهم. ولكن مبارياتي خسرها في آخر الدقائق. دائما عدم تركيز، يعني استكمال للأداء الجيد اللي قدمه في مباراة شباب الأهلي، وقلنا إن في مباراة شباب الأهلي كان يمكن هناك عذر إنه كان في طرد وكان هناك تحول في المباراة وأخطاء فردية، لكن اليوم على المستوى الجماعي الفريق قدم مباراة كبيرة حقيقة، ولكن صحيح. الفريق ما يصمد لآخر دقيقة، وحصل مع شباب الأهلي هذا الشيء بالضبط بعد. مثل ما في تطور في الدور الثاني بعد الانتقالات شتوها، في تطور في فريق حتى، ولكن التطور ما يعني اليوم أنت ليش أنا أقول لك في مربع وفي مربع تحت، أنت اليوم لا تفوز على النصر وعلى الجزيرة وعلى الشارجة، أنت فوز على الفرق اللي وياك تحت. انت خسرت مباريات مع فرق منافسه بالنسبه لك المباراه بست نقاط. نعم. يحسب لحتى يمكن هو الفريق الوحيد اللي اخذ من عجمان اربع نقاط من الخمس اللي عنده، اربع نقاط خذها من عجمان، لكن صحيح. لو في تنافسه مع الفجيره ومع عجمان ومع ومع خورفكان وايضا مع فرق اللي قريبه منه في المراكز يلعب بهذه الصوره، اعتقد راح يكون بشكل متميز. لكن خلينا نقول تدخل الفني للسيد رامون دياز اللي انا في وجهه نظري الشخصيه بدا المباراه في راي شخصي بدون راس حربه صريح، لأن لاعب حبيب الفردان في مركز وهذا مو مركز حبيب. صحيح. التغييرات اللي أجراها دليل أن بالفعل مدرب بدأ يضع يده على تشكيلة النصر، على إمكانيات، على التغييرات، على توقيت التغييرات، دفع بجاسم يعقوب كراس حربة وشفنا عنه أنه نتج عنه الهدف الأول. أهداف النصر أصبحت ماركة مسجلة بالنسبة لرامون للاعب مندز. دائما مندز هو من يجد الحل وفك شفرة أي دفاع. اليوم شفناه في الهدف الأول كيف استطاع من جهة اليسار أنه يصنع كرة بالمقاس لجاسم يعقوب بعد أن تخطى أكثر من لاعب. نفس السيناريو شفناه في مباراة سابقة، مباراة الشارجة، كيف كان أيضا يصنع من الأطراف مرة من اليمين ومرة من اليسار. في المقابل ضياء السبع أيضا أهدى دياز على مجهود هدية بنفس الطريقة من جهة اليمين. اليوم لما تكلم بثاني عن كواس، أنت اليوم فريق النصر اتضح أن خطورتك من الأطراف في وجود رأس حربة، عمق رأس حربة تيغالي. نعم. قيمة تيغالي اليوم حسينا نحن فيها، صحيح أنه ما يسجل قال أبو خليفة في الفترة الأخيرة، لكن كعمق دفاعي يسحب المدافعين وياه يعمل أسيست، شفنا الأسيست اللي سواه في مباراة الشارجة. أنت اليوم بالنسبة لكواس لما تكلمت عنه أنا وتألقه في الجزيرة إبراهيم، الشارجة اعتمد على الأطراف، لما تفعل الأطراف مندز من اليمين في مباراة الشارجة اشتغل، ومن اليسار أيضا اشتغل بالهدف الثاني. اليوم عندك جهة اليسار فيها مندز، جهة اليمين يضطر يلعب فيها ضياء السبع وهو مو بمكانه. صحيح. ضياء السبع لاعب يلعب تحت. نعم. دائما كصانع لعب،
وكان الكواس هو الموجود هو الحل. انا استغرب يعني هم اهل مكه ادرى بشعبه هم اصحاب القرار، ولكن بالفعل انا اشوف المستوى اللي قدمه كواس في الجزيره لو تهيئت لنفس الظروف راح يكون عامل مساعد جدا لفريق النصر في هذه المباريات. ردة فعل السماوي لم تتأخر، الخروج من حسابات أقل البطولات لم يؤثر على نهج الفريق في بطولة الدوري، عاد إلى تسجيل الانتصارات وهذه المرة من بوابة البركان الجريح وبثنائية دون رد. على أرضية ميدانه استقبل بني أسعجمان الجريح، طموحات الفريقين اتجهت صوب الفوز، السماوي وحلم الصدارة والبركان وشبح القاع. البداية جاءت سريعة من الفريقين، وهدف السبق وقع عليه أحمد أبو ناموس من رأسية متقنة في الدقيقة 23. في الحصة الثانية جواو بيدرو حاول بأكثر من مناسبة لتعزيز النتيجة لكنه لم يوفق. الدقيقة 83 شهدت على حالة طرد لمحمد إسماعيل لاعب البركان قبل أن يضيف جواو بيدرو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، ليضيق بذلك السماوي الخناق أكثر على فرق الصدارة، فيما عمقت النتيجة جراح عجمان الذي لم يعرف الفوز في آخر 4 جولات. يمكن بعد البطولة اللي طلعنا منها الأخيرة تكاتفنا نحن كلاعبين وجهاز فني وإداري، قعدنا وتكلمنا إن خلاص البطولة راحت ولازم إن نحن نعوض في الدوري ونحاول نوصل لأبعد مرحلة في الدوري. وأتوقع اليوم الشباب الحمد لله كانوا على قد المسؤولية، ومثل ما شفت يمكن الإرهاق شوية مثل عليهم، لكن الحمد لله اليوم في كرة القدم الأهم إنك أنت تأخذ النقاط، مش مهم الأداء، بعض الأحيان تكون مأدي بشكل جيد لكن تطلع بدون نقاط والعكس صحيح. الحمد لله اليوم ما أدينا بشكل جيد، لكن نقدر نقول الحمد لله توفقنا في المباراة هذه وخذينا نقاطها وهذا هو الأهم، ونتمنى إن شاء الله نواصل. والله شوف نحن مثل ما قلت لك قعدنا مع بعض واتفقنا أن كل مباراة نأخذها نهائي كاس، صراحة ما نفكر في يعني نتائج الفرق الثانية، علينا بنفسنا نحاول قد ما نقدر نطلع في كل مباراة بالنقاط، وعسى الله يوفقنا إن شاء الله في الجاي ونستمر إن شاء الله. بعد خروجنا من بطولة سيدي رئيس الدولة المعنويات كانت نازلة عند اللعيبة الثلاث أيام اللي طافت، الأربع أيام كان هدفنا إن إحنا نطلع اللعيبة من المباراة لمباراة الكاس، والحمد لله اللعيبة استجابوا لهذا الفكر وركزوا في التمارين اللي طافت. المستوى مثل ما قلت يمكن المستوى اليوم ما كان المستوى اللي ظهر فيه نادي بنياس المعهود، لكن في مباريات انت تحتاج فيها الفوز والحمد لله احنا طلعنا بالفوز. اكيد مهم لان مثل ما انت شايف الجدول اليوم يلعب الشارجة والجزيرة، فانت كنت محتاج انك انت تفوز عشان تاخذ خطوة للامام وتقرب من واحد من الفريقين اللي امامك، فكان الفوز اليوم معنوي معنى الكلمه، كون انت راح تقرب شويه من الفريقين هاي اللي قدامك، ونحن هذا طموحنا هالفتره ان نحن كل مباراه بتكون عندنا نهائي. احنا يعني في اغلب الفترات لعبنا بجد بقوه، في فترات كتيرة كنا احنا افضل، لكن الحقيقة النتيجة غير معبرة. اعتقد ان فرقتنا لعبت مباراة جيدة، لكن مشكلة ان احنا اضعنا اهداف اسهل بكتير من الاهداف اللي جابتها بنياس، كنا ممكن نرجع للنتيجة، لكن قدر الله ما شاء فعل. المباراة ما كانتش سهلة ابدا على الطرفين، لكن كنا ممكن نعمل نتيجة افضل من النتيجة دي.
فوز جديد للسماوي وخسارة جديدة كذلك للرمادي وفريق عجمان. إذن السماوي يواصل في سكة الانتصارات في دورينا بعد الخروج من نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وما زال يثابر لأن يتواجد ضمن المربع ويحاول أن يحقق مفاجأة، ومن يدري في نهاية الدوري من هو البطل. بخيت بنياس ماشي بشكل جميل وجيد، وبنياس مثل ما قلنا رغم يعني بعض اللاعبين اللي خلنا نقول مقمورين والكثير ما راهن عليهم، إلا أن الفريق يستمر في مركز الثالث، اليوم يقترب أكثر نحو فرق الصدارة، كل هذا يعطي بنياس يعني أحقية بالتفكير بلقب الدوري كذلك. بالفعل طبعا مبارك اليوم لفريق بنياس الفوز اليوم طبعا على فريق عجمان، وهارد لك فريق عجمان. بالنسبة لفريق بنياس، أعتقد فريق بنياس رغم المباراة القوية اللي لعبها أمام فريق شباب الأهلي في كأس صاحب سمو رئيس الدولة والخسارة، طبعا أعتقد يمكن الجانب النفسي يمكن نوعا ما اليوم كان مؤثر عليه. طيب. يعني يمكن أدى اليوم المباراة اللي أداها يعني مثل ما تقول ما كانت بالمستوى، مثل ما تقول يعني مثابة جائزة له كفريق أن يفوز اليوم بالمستوى. طيب. اللي يدوم يطلع بنياس. لكن خيت اليوم الفرق بينك وبين المتصدر 4 نقاط، والفرق بينك وبين الوصيف نقطة، هل من حق بنياس أن يفكر كذلك بالصدارة خاصة في هذا التوقيت؟ أكيد أكيد، في هالوقت يمكن فريق بنياس يفكر في الصدارة، يفكر بالدوري بشكل جدي أكثر، من خاصة بعد خروجه من كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. نعم. أتوقع أن بنياس طبعا وصوله لهالمرحلة وفوز اليوم هذا طبعا يعد أنه بإمكانه يفكر بأكثر إيجابية، خاصة في ظل الظروف الراهنة. اتوقع مثل يعني فريق بنياس وجود اليوم في هذا المركز هذا طبعا دليل شغل كبير بالنسبه لاداره الفريق والناس القائمين على الفريق، مشكورين طبعا طلعوا لنا بهذا الفريق بهالامكانيات الكبيره، وجود اكثر من لاعب، يمكن تكلمت لعيبه مغمورين، ولكن احنا شفنا سهيل النوبي يؤدي على مستوى عالي، يمكن اتكلم عن المراحل السابقه في بالنسبه للدوري، سلطان الشامسي من اللعيبه الممتازين، ابو ناموس من اللعيبه طبعا اللي طلعوا في فتره من الفترات هذه طبعا هداف الفريق خاصه في المراحل اللي طافت، فالكثير من اللعيبه الموجودين يؤدون على مستوى عالي، لكن اللي هو الليدر بالنسبه لفريق بنياس والمحترف جواو بيدرو يعني من اللعيبه الممتازين جدا، واليوم يعني ادى وكعاته بكل نفس. طيب. القوه والحماس، ولكن احنا اليوم نقول حتى فريق عجمان ما كان شفتوه مع عجمان بعد ما كان يعني في بدايه الانتقالات الشتويه بدايه ممتازه والكل اشاد فيه، ونحن في البرنامج يمكن قلنا ان عجمان استفاد من الانتقالات، الان عجمان مش هو عجمان اللي بدا الانتقالات الشتويه، لا ارجع الى عجمان لعادته القديمه في الدور الاول. اليوم انا ما اروم اقول عن عجمان ان عاد رد لعادته القديمه غير من خلال نتيجه المباراه فقط، لكن طيب. اداء الفريق والفرص اللي حصل عليها عجمان. طيب. وان لعب بالطريقه الصراحه بشكل قوي جدا امام فريق بنياس، يمكن لاحظت لك الكثير من الفرص. نعم. المفروض يسجل فيها، ولكن طبعا سوء طالع 12 نقطه بخيت صفر من النقاط، يعني رابع خساره على التوالي اليوم عجمان، فعجمان القصد سلسله المباريات والنتائج رجعت الى مساله العوده للهزايم. ابراهيم احنا دورينا في الفتره الاخيره اتوقع ان فريق الدوري قوي بالنسبه للفريق، يعني الفرق اللي تلعب او تلعب امام الفرق المنافسه. طيب. فريق عجمان مشكلته وفريق حتى انهم هم في متذيلين جدول الترتيب، فبالتالي مهما حاول الفريق هذا ان يشل عمره من هالمكان، ولكن يتصدم بالفرق اللي هي منافسه، الفرق اللي هي اوريدي عنده الجانب النفسي عالي بالنسبه للاداء، فبالتالي اعتقد ان اليوم فريق عجمان يمكن خسارته، وبعد ما زلت انا يوم اشوف الفريق يؤدي. نعم. اتوقع انه في المباريات القويه المواجهات المباشره ممكن يرجع في هي اللحظه، ولكن اذا الفريق ما يؤدي فهذه المشكله. طيب. فبالتالي اليوم حتى فريق عجمان يعني لا يأس، السيد ايمن الرمادي اعتقد تكلم بشكل واضح ان احنا لاحظنا اكثر من فرصه، ولكن اليوم سوء الطالع بالنسبه طبعا، والطرد اللي اثر على الفريق اصلا، اذا الفريق انطرد عن لاعب فبالتالي اكيد ان النتيجه بتكون سلبيه. نعم. فنقول هارد لك فريق عجمان وحظه وفر ان شاء الله في المرات الجايه.
نحن راح نذهب إلى مواجهة الصدارة، مواجهة تأكيد الأحقية لقاء الكلاسيكو، بل أكثر من ذلك، تلك التي جمعت الشارقة بالجزيرة من أجل رهان واحد وهو فرض شراكة الصدارة، صدارة الترتيب بعدما ذهب المتصدر لمركز الوصافة والوصيف تقلد مركز الملك في الصدارة. نتابع. انتظرها الجميع لجولات طويلة، وأتت في 18 لقاء أهل القمة بين الملوك والفخرة. الملعب البيضاوي ازدان لاحتضانها، غاب عنها المحنك العنبري معه 9 لاعبين من كتيبة الشارقة. غيابات مؤثرة للغاية وعددها الكبير جعل الجزيرة أكثر حذراً وهو يواجه الأبيض. انطلقت صافرة المونديالي محمد عبد الله حسن، وانطلقت معها الإثارة الكبيرة. التهديد الأول كان شرجوياً كعب من إيغور في الدقيقة 6، لكن الدفاعات الجزروية لها يقظة. يرد عليها كواس بتسديدة قوية في 10. الجزيرة أخطر ورأسية جميلة من محمد ربيع تضع الفخر في المقدمة، وبصناعة من النجم خلف مبارك الملك بعد أن استقبل الهدف بات أكثر رغبة بالتعديل. هاجم وحاول ببعض الهجمات، كايو يضيع رأسية بكل رعونة أمام المرمى، ومن لا يستغل عليه أن يستقبل، والعقاب جاء من الأسطورة علي مبخوت الذي راوغ الدفاعات الملكية ودون على الثانية لفخر العاصمة، وكأن لسان حاله يقول الصدارة لنا ولا أحد سيقف أمامنا. القسم الأول انتهى بهذه النتيجة، والرتم التصاعدي للجزيرة والتنازل للشارقة. مع بداية الشوط الثاني الأبيض كان خطرا، وصل لمنطقة الضيوف ولكن دون ترجمة أو فعالية. في هذه اللقطة كان زايد العامري يسعى للثالثة ولكنها لم تأتي. بعدها مباشرة أتت ركلة جزاء، لكن هذه المرة الفار يأتي ليلغي قرار محمد عبد الله حسن، وعلى عكس مجريات اللعب ومن دون مبرر، عبد الله رمضان يتحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويغادر أرضية الملعب. بعدها الشارقة سيطر على اللعب، وويلتون من جديد يضيع بطريقة غريبة عندما اختار التمرير وهو بوضع مواجهة المرمى. تسديدة من كايو لوكاس أراد بها تعويض النتيجة، لكن تفاعل كايزر هي التي خطفت الأضواء إليها. الجزيرة لا يرضى بثنائية ويحاول، وهذه كرة في القائم، مبخوت هو الآخر يفشل باستغلالها. المواجهة دقائقها تمر والرتم متفاوت. هنا خالد بوازير، وبعد استنزاف جميع الوسائل اختار تسديد مسجلا هدفا رائعا، لكن الفار يمنع الملوك من أي أمل في العودة. حتى رأسية أخرى من ويلتون تجد المتألق خصيف، مبخوت يستغل ويستعرض ويمرر بروعة برازيلية. الدفاع الشرجاوي يمنح ركلة جزاء تعزز من رصيد أهداف الأسطورة وتضعه في صدارة الهدافين، ليصل إلى هدفه 162 بمشواره في الدوري. ركلة جزاء 10 للنحل في هذا الموسم، لكنها تضيع من ويلتون سوار. جميع المنافذ أغلقت أمام الشارقة، لذلك الصدارة هي الأخرى رحلت عن الملكي بعد جولات وأسابيع كان فيها العنبري وأبناؤه ندا قويا صعبا على جميع الخصوم. لكن الآن وضع الأبيض لا يسر العدو ولا الصديق. هذا الملك ليس ما اعتدنا على مشاهدته أبدا، فكيف ستكون الأمور في الأيام القادمة؟ يحتاج كبير الإمارة الباسمة لوقفة واضحة وصريحة وتبرير واف وشاف لأسباب هذا التراجع الغير مبرر مطلقا. هارد لك الفريقنا، يمكن بداية المباراة الجزيرة بدأ بشكل جيد واستحق التقدم،
حاولنا ان نرجع للمباراه، يمكن فقدنا تركيز اخر دقائق من الشوط الاول. الشوط الثاني اتوقع قدمنا شوط جيد باستثناء اخر دقائق على مستوى بلنتي حق الجزيره، وقدروا يتوافقون انه يسجلون الثالث. طبعا نتيجه المباراه ما تعكس اللي صار على ارضيه الملعب. مبروك لهم وهارد لكلنا، والدوري بعده ان شاء الله باقي 7 مباريات. اول شيء انا يوم وقعت نادي الشارجه طبعا عاهدت نفسي اني اخدم انا هالشعار، يعني اطلع كل مباراه انا مرضي ضميري. يمكن الكل تعود يشوف خالد كصانع العاب، خالد قريب من الجول، خالد مؤثر، لكن بعض الاحيان يطلبون منك ادوار مختلفه، بواجبات مختلفه، فكر مختلف. طبعا انت لازم تحترم هذا الشيء. يمكن اليوم انا في مباراه اليوم لعبت في 3 مراكز، اخر شيء انت شفتني مدافع على اليمين، ابدا انا ما اجد هالادوار، لكن لخدمه الملك قلت لك انا وقعت النادي الشارجه وعاهدت نفسي اني بخدم لها، سواء دفاع هجوم في النص، اعطي كل اللي عندي. ادري الكل زعلان على مستوى خالد، خالد ما يقدم اللي عنده، خالد كذلك زعلان على نفسه، يعني انا عندي اهل، عندي ناس قراب ايضا يعاتبون خالد، لكن والله العظيم يعني صدقني اني ما ابخل بمتر اركض فيه او شيء لخدمه الشعار اللي انا حاطه في صدري، وان شاء الله جاي افضل لي ونادي الشارجه باذن الله. جماهير الشارجه على عيننا وراسنا، وجماهير الشارجه فريقهم بطل، وما يرضون يشوفون فريقهم يخسر او يتعرقل او بمستوى، وهذا حقهم، وحقهم يعبرون عن زعلهم، وحقهم ان ينتقدون اللعيبه. لكن تاكدوا ان نحن بنبذل كل اللي عندنا سواء داخل الملعب او خارج الملعب. يمكن بعض الغيابات اثرت علينا، بعض الوعكات الصحيه، الظروف ما تخدمنا، يمكن اليوم الهدف اللي انلغى لو ما انلغى، يعني الحمد لله على كل حال يمكن كنا نرد او تكون لنا رده فعل افضل في المباراه. الحمد لله على كل حال، مبروك لهم وهارد لك لنا في النهايه 3 نقاط. قبل كل شيء نتمنى الشفاء العاجل لكابتن عبد العزيز العنبري من الشخصيات الجميله والطيبه، ونتمنى الشفاء للاخوان اللي سمعنا عنهم. نتمنى ان شاء الله يا الرب يبعد عنا هذا البلاء والوباء ان شاء الله في اسرع وقت ان شاء الله، لكي ترجع الامور لطبيعتها الحمد لله. مبروك لفريق الجزيره اللي ادى مباراه طيبه وجميله مع يعني اداء ونتيجه، وهارد لك لفريق الشارجه اللي قدم حتى مباراه قويه ولكن يمكن ما حالفهم الحظ اليوم. بالعكس انا ارجع واقول هدف نادي الجزيره هدفهم واضح. انت الغرض من بناء الفريق مش ترى حق تنافس حق الحين وبس، بناء فريق هو عباره عن عندك من الحين لاستراتيجية من الحين ل5 أو 6 سنوات، فهذا شيء طبيعي. يعني بغض النظر احنا ما نبي ننافس هالسنه والسنه الجايه ما ننافس او يعني نكون بعيدين عن المنافسه، ولكن بناء الفريق عباره عن سياسه استراتيجيه حاطينها الاخوان، وهالمره بناء مع استمتاع ونمتع انفسنا بعد. ودائما اذا انت تشوف مثال قدام عينك تشوفه انت في البيت لازم تقتدي فيه. اليوم ابوي يعطي الصحه والعافيه قدم الكثير وانا ناوي اقدم اكثر ان شاء الله. الواحد لازم يكون عنده هدف واستمراريه ويحافظ على نفسه على اساس هو يكمل هدفه، وان شاء الله الكل كل حد يطلع ان شاء الله بيقدم مستوى افضل عن اللي كان قبله، وبيقدر يمثل الكره الاماراتيه بشكل لائق ان شاء الله. الجزيرة عندما أراد الصدارة أخذها من ملعب المتصدر، وبكل جدارة استطاع أن يتغلب على الشارقة في يوم تعصف فيه العواصف على فريق الشارقة. شهر مر على الفريق وجماهيره مثل الكابوس، خرج فيه من كافة بطولات الكؤوس وخسر الصدارة. يوم حزين يعيشه أبناء الملك الشرجاوي رفقة الفريق في ظل تراجع كبير جدا بالنسبة لمحترفيه. من يشاهد محترفي الشارقة في الدور الأول ويشاهدهم في الدور الثاني ولا حتى نسخة كربونية من ما كان يقدمه في مبارياتهم مع الملك. أبو خالد، الشارقة خسر الصدارة في توقيت مهم بالنسبة للجزيرة، صعب جدا بالنسبة للشارقة في ظل تراجع المستوى الكبير جدا، وإذا ما تحدثنا عن الأجانب فما زالت الحلقة مفقودة بالنسبة لأجانب الشارقة. كنا نقول هم أفضل الأجانب، اليوم هم أقلهم خدمة لفريقهم. أول شيء نقول نتمنى السلامة إن شاء الله حق الكابتن عبد العزيز العنبري، ويرجع إن شاء الله سالم غانم حق قيادة الفريق. وبالنسبة حق المباراة وعن الشارجة والجزيرة، إبراهيم، مباراة مثل هذه مباراة دائما تتحكم فيها الجزئيات البسيطة، وقبل المباراة
كانت هناك أرقام متشابهة بالنسبة للفريق، يتشابهان في أشياء كثيرة. أول شيء من ناحية عدد الانتصارات، عدد الهزائم، عدد التعادلات، صحيح، عدد النقاط، وأيضا يتشابهان في هاي البطولة الوحيدة اللي موجودة يتنافسون عليها الشارجة والجزيرة اللي خرجوا من كل البطولات. صحيح. بعد المباراة صارت الاختلافات في كل شيء. نعم. صارت الاختلافات في الترتيب، صار الاختلاف في النتيجة، صار الاختلاف في الأداء، صار الاختلاف في الأهداء بالأهداف، صار أيضا بتزعم الجزيرة لأول مرة هذا الموسم للدوري بفارق نقطي، كان يشارك صحيح. الشارجة بفرق اللي هو بفرق المواجهات. نعم. أفضلية الشارجة قبل المباراة كانت في أنه فاز على الجزيرة في الجزيرة. صحيح. أفضلية الجزيرة اليوم تتمثل في أشياء كثيرة، الناحية المعنوية، تطور أداء الفريق بشكل كبير، ثبات في المستوى، عدد أهداف كبيرة، صدارة هداف الدوري بالنسبة لعلي مبخوت. نعم. النتائج الأخيرة الكبيرة عفوا. نعم. فلذلك أنا أقول أن المباراة بالفعل كانت منتظرة من الجميع، ولكن ظهرت في مستوى أنا كنت أتوقع أن يكون أفضل. اليوم صحيح. الجزيرة ما كان في أفضل حالاته رغم إعجابي بهذا الفريق. طيب. الشارجة كان فريق سيء في هذا اليوم، والدليل أن الشارجة لغاية يمكن الدقيقة 40 ما سدد ولا تسديدة على علي خصيف، باستثناء تسديد خالد بوزير في الشوط الأول آخر شيء اللي نزل، وأن المشاكل لا تأتي فرادة في ظل الغيابات اللي كانت في فريق الشارجة. أيضا مايد سرور أصيب وكان صحيح. في وسط الملعب عامل مهم جدا. نعم. أصيب وخرج ورجع لمايد سرور. بالمناسبة يعني بموضوع مايد سرور، مراسلنا في أرضية الميدان علي الكلباني تواصل مع الأخوة في نادي الشارقة، ولكن قالوا أنه لسه الفحوصات راح تكون خلال الساعات القادمة، ومن خلالها سيحدد مدة غياب اللاعب ماجد سرور عن صفوف فريقه الشارقة. تفضل بخالد وصل. في أثناء المباراة طبعا الجزيرة من خلال آخر مباريات دائما يبحث على تسجيل هدف. نعم. وحصل اللي يسعى لنادي الجزيرة أن سجل الهدف الأول عن طريق المدافع. اليوم أنا أشوف رغم أفضلية الجزيرة في المباراة، طيب، لكن الأهداف اللي سجلت كلها عن طريق هدايا، ثلاث أهداف. الهدف الأول كان بخطأ تمركز بالنسبة للكورنر. نعم. اللاعب مراقب، خطأ في المنظومة الدفاعية. معروف في الكورنر إبراهيم في طريقتين، إما الزون اللي هو دفاع المنطقة أو مانتومان، لا كانت موجودة طريقة الزون ولا المانتومان، اللاعب جاي من مرة وسجل. الهدف الثاني خطأ مكرر بالكربون بالنسبة للاعب سيف راشد، نفس الخطأ كان في مباراة النصر مع تقالي واستطاع افتكاك الكرة. سيف راشد أنا ما بتكلم فني، لكن سيف راشد عملت خطأ قبل 4 أيام. نحن ما نقدر نقول أن المدرب أو غير، نحن ما نحضر الحصة التدريبية حسب، نحن نتكلم من خلال استديو. أكيد تطرقوا لهذه النقطة، إن في هذه المنطقة شو الإضافة اللي راح تعملها لما تراوغ في منطقة مثل هذه؟ ما عندك أي إضافة، أخطأ في نفس الكرة وتسجل. هذا الهدف الثاني هدية. الهدف الثالث كان من ضربة جزاء في عز نقص الجزيرة. المفروض ان الشارجة حاول في الشوط الثاني، صحيح، وشوي جزء من الخطوره شميناها فريق الشارجة في عز النقص، فقد يعني اهم شيء اهم لاعب ضربه جزاء وفقد كثير من لذلك انا اقول لك الشارجة كان قبل، حتى قبل طرد رمضان كان هناك ملامح بسيطه لظهور فريق الشارجة ومحاوله انه يرجع فريق الجزيرة. فريق الجزيرة يحيرك يوم تلعب وياه بالمستوى اللي قدمه، مو بعطفن على مباراه اليوم، لما تسوي قراءه لفريق الجزيره اذا اعطيته المساحه ترى يمتلك المساحه، اذا ضغطت عليه ملاله واعطيته المساحه مبخوت موجود، كواس موجود، صانعين لعب موجودين، واذا صحيح. ما اعطيته المساحه اعطيته الاستحواذ، عنده الموهبه، عنده التمرير، عنده صنع اللعب، يقدر انه يركب عليك هجمات مركبه. لذلك الجزيره لازم تلعب معه بحذر كبير، مراقبه، مانتومان، الامور هاي كلها. انا اشوف ان فريق الشارجه يمر بحاله نفسيه اكثر ما هي حاله فنيه، والدليل حالة تجسد الحالة النفسية اللي مر فيها فريق الشارجة، حتى ضربة الجزاء وطريقة ويلتون سواريز في التسجيل صحيح. تجسد الحالة اللي مر فيها فريق الشارجة. بس اعتدنا ضربات الجزاء في الشارجة اللي يقوم فيها إيغور، يعني اليوم حتى غريب أنت عندك لاعب طوال الدوري هو اللي يسجل، ولا صح الوضع مو طبيعي. طيب. الوضع مو طبيعي، حتى تقصد في موضوع إيغور وضعه مش طبيعي؟ لا الوضع مو طبيعي بشكل عام ككل. اكيد بكل ثقه كان يروح ياخذ الكره ضربه جزاء، يروح ياخذ الكره ويسجلها، اضاع ضربه واحده يمكن من 7 أو 8 ضربات في الدوري. طيب. اليوم حتى ويلتون في طريقه التسديد مو بهذيك الطريقه اللي نحن تعودناها من اللعيبه البرازيليين. اليوم فريق الشارجه نعم يمر في مرحله عدم اتزان خطيره جدا، حاله نفسيه. اليوم الفريق 5 مباريات حقق 5 نقاط في المقابل في الدور الاول، 6 مباريات محقق 18 نقطه. صحيح. اليوم طيب. فوز واحد فقط على الفجيره،
تبع خمس مباريات ما فاز فريق نادي الشارجة. الوضع بالنسبة لفريق الشارجة خطير جدا. المفروض تكون هناك جلسة، المفروض يكون هناك اللاعب عندهم إحساس بالمسؤولية، المفروض تصحيح الأخطاء إن كانت هناك فنية، تصحيح الأخطاء الفردية بالنسبة للاعب. صعب إنك تظهر بهذا المستوى وأنت حامل اللقب. الفريق اليوم في الدور الثاني يعتبر من الفرق اللي لو بدأ الدور الثاني بهذه النتيجة فريق الشارجة نفسه مع فرق المؤخرة في الهبوط. لذلك مثل ما نحن عطينا الشارجة حقه في الدور الأول وقلنا إن الشارجة ما حد يتكلم عن الشارجة ودافعنا وقلنا لأن الأرقام تتكلم، ست مباريات فوز، أكثر نسبة تهديف، أقل نسبة استقبال. كان الشارجة عنده سيناريو يمشي فيه مع الفرق ان انا لو ما قدمت اداء ممتع لكن ما تحصل الاخطاء هذه في البدائيه في الدفاع، اخطاء بدائيه، هدايا، كل مباراه ثلاثه، كل مباراه اليوم ثلاثه، مباراه النصر ثلاثه، مباراه كل المباريات يستقبل فيها فريق نادي الشارجه، من النادر انه ما يستقبل اهداف. لذلك انا اقول ان هي عمل مو بعمل شخص، عمل منظومه. اليوم لو شفت في فريق الشارجه ثلاثة او اربع لعيبه اللي بالفعل يستحقون انهم يلبسون فانيه نادي الشارجه. واوجه رساله حق الاجانب، ترى الاجانب مبالغ كبيره انتم جايين بالنسبه لنادي الشارجه، ولما كنتوا تقدمون في الدور الاول والكل يثني عليكم هذا واجبكم. صحيح. انا اشوف انه لابد من جلسه مصارحه، لابد من جلسه فيها شيء من الشده، فيها قد ما تاخذ يا اخي لازم تعطي. انت لعبت وما توفقت ما في مشكله. طيب. لكن بهالطريقه الفريق ما قدم نفسه بالمره في هذه المباراه. واضح. اجانب بعيدين كل البعد على المستوى. صحيح. انا اقول على المستوى الشخصي اول شيء الانسان يعالج نفسه، ايغور، ويلتون سواريز، كايو، شاكروف واللعيبه المقيمين جلسه مع النفس، لان فريق الشارجه اقولها بكل امانه اللعيبه حتى المواطنين الموجودين في فريق نادي الشارجه ما يوازون اللعيبه الموجودين في فريق نادي الجزيره ولا فريق نادي شباب الاهلي. واضح. نحن راح نذهب الى المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي الفريقين، وفي ظل غياب طبعا المدرب عبد العزيز العنبري مساعده هو اللي تواجد في المؤتمر الصحفي، وبعدها راح نعود للمتابعة. We have Brantley Kuwas new. أعتقد أن الفريق قدم أداء جيد جدا في مباراة اليوم أمام فريق قوي ومنظم مثل الشارقة. كنا الطرف الأفضل في الهجوم والاستحواذ، كانت نسبة الاستحواذ لنا بشكل كبير. أيضا عندما احتجنا أن نتراجع للدفاع دفعنا بشكل جيد ومنظم وكنا منضبطين تكتيكيا. يجب أن لا أنسى أيضا اللاعبين في الدكة البدلاء الذين شاركوا اليوم، قدموا أداء متميز وقاموا بكل ما هو مطلوب منهم. لم يكن حوارا بالمعنى المعتاد، طلبت فقط بعض التوضيح من الحكم لأنه كان أشهر للاعبينا في لغاية الدقيقة 32 ثلاثة بطاقات صفراء، وكان قد منح لاعبي الشارقة بطاقة صفراء واحدة فقط، لذلك طلبت منه بعض التوضيح. هذا الموقف تكرر أيضا في مباراة بنياس وكان حديثا سريعا بيني وبين الحكم. يا حماجي hoje nós viemos para um grande clássico. النهارده جايين مباراه كلاسيكو كبيره. Um jogo contra uma grande equipe. مباراه امام فريق كبير برضو. onde praticamente completa. وفريق تقريبا بيلعب بشكل كامل مكتمل الصفوف. posso dizer que completa, né? واقدر اقول ااكد على ان هو فريق كان مكتمل الصفوف. nós sofremos um pouquinho com algumas situações como covid. عندنا بقى algumas lesões. كان عندنا احنا بعض الاصابات وبعض الغيابات. e como todo grande time. وزي اي فريق كبير. passa por alguns momentos difíceis. بيعدي بيمر بمرحله صعبه وبظروف صعبه. mas hoje eu entendo que aquele primeiro gol. والنهارده انا اقدر افهم او اعتقد ان الهدف الاول اللي استقبلناه numa bola parada من كره ثابته ela foi um pouquinho assim crucial pra gente. كان صعب جدا علينا يعني كان هدف يعني nós estávamos com uma postura dentro do jogo muito boa. كنا ماشيين بشكل جيد جدا في اللحظات دي بالذات اللي استقبلنا فيها الهدف، فلذلك الهدف كان صعب علينا ان احنا كنا ماشيين بشكل جيد في اللحظات اللي استقبلنا فيها الهدف. كايزر عندما تسأله في الدور الأول عن الصدارة يقول لك أنا ما أفكر في الصدارة، الآن تسأله عن اللقب يقول لك أنا ما أفكر في اللقب. كايزر يمشي بطريقة يعني كبيرة جدا مع فريق الجزيرة، وتوقع الجزيرة في هذه السنة يقدم متعة كروية لا مثيل لها، أداء كبير، محترفين على مستوى عالي، لاعبين مواطنين عاملين الفارق بشكل كبير، وهم عماد المنتخبات الوطنية. أتوقع أن الجزيرة يذهب بعيدا مع مدرب
كبير وكبير جدا من خلال ما يعمله مع فريق الجزيرة. أبو خليفة الأداء المميز للجزيرة استمر، يعني الجزيرة من الدور الأول ما في حد يشوف مباريات له ما يقول لك كان مميز، يمكن مباريات معدودة قاب فيها الجزيرة، خورفكان في خورفكان يمكن اللاعبين انبهروا في مدينة خورفكان ونسوا الملعب فخسروا بالثلاثة، لكن بشكل عام الجزيرة هو الجزيرة في هذا الموسم. صحيح اليوم يعني في مباراة اليوم شو الجديد في نادي فريق الجزيرة اليوم؟ نعم ما في شيء جديد، الجزيرة هو الجزيرة، نفس طريقة اللعب، نفس طريقة اللعب أنه يسجل من بداية المباراة، أنه يسير المباراة بالشكل اللي هو يبغيها. صحيح مثل ما أبو خالد قال يمكن الجزيرة مو في يعني في الشكل الأحسن، مو في أحسن حالاته، لكن الجزيرة فريق مرعب خاصة هجوميا، وأنا أتوقع الجزيرة السنة يحقق رقم قياسي من الأهداف إذا مشى بهذا المعدل الأهداف العالي اللي في كل مباراة، لأن 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 الجزيرة اليوم تقريبا وصل 50 هدف وباقي ثمان مباريات. صحيح. فأعتقد أنه في معدل عالي جدا هجوميا للجزيرة، الجزيرة يسجل من مختلف الخطوط، يسجل من الهجوم، يسجل من الوسط، يسجل من المدافعين، يعني فالجزيرة فاليوم بتبى تشوف اليوم شو الجديد في مباراة اليوم؟ ما فيها شيء، يعني لأن الجزيرة هو الجزيرة، هو بنفس طريقته عند من يعني يوجد الحلول في كل الأوقات، في كل أمام مختلف الفرق. الجزيرة فريق مكتمل، فريق جاهز. يمكن في بداية الموسم لما الجزيرة ما استعان بعدد يعني من اللاعبين الأجانب، ما كمل على العدد المطلوب من الأجانب، يعني كان هناك في علامة استفهام هل هالفريق بينافس أو لا، وكان أقل فريق انتداب يعني انتدابا للاعبين، وكان يعني وحتى المدرب يعني في أول تصريحاته في بداية الموسم كان يتكلم أني أنا هذا الفريق اللي عندي وهي الأدوات اللي عندي وأنا بدخل الموسم وما يعني ما أعرف شو بيكون يعني ينتظرني. طيب. فبس أعتقد أن الجزيرة مع المباريات مع الدوري اتطور الجزيرة. نعم. وكان هناك عمل كبير في يعني من ناحية الفنية. مبخوت يقود هجومه كذلك بشكل يعني رهيب جدا. مبخوت وصل إلى مرحلة النضج الكروي. مبخوت اليوم احنا نشوفه في مباريات يصنع وفي مباريات يسجل، وحتى صحيح. طريقه تسجيل الاهداف اليوم تنم عن موهبه كبيره، تنم عن لاعب من وزن يعني كبير، لاعب يعرف شو المطلوب منه. اليوم يعني تلاقي مبخوت غايب في اوقات من المباراه، لكن تلاقيه في اوقات ثانيه تلاقي يعني لما الفريق يحتاج تلاقيه موجود سواء بالصناعه او طيب هني انا عندي سؤال ابو خليفه، اعتدنا مبخوت ان نشوفه دائما موجود في البوكس مع الجزيره، لكن اليوم مع كايزر مبخوت يرجع ورا، وهذا اللي يجعله احيانا يصنع مثل ما تفضلت، وهو افضل صانع للجزيره. هل كايزر خليني اقول لك اعاد يعني من هيكله مبخوت اضاف الى تميز جديد؟ شوف انا الحين كايزر من المدرسه الهولنديه، والمدرسه الهولنديه معروفه ان بعدم يعني الالتزام بالاماكن، اللاعبين ما التزموا يلعبون كره شامله هناك، يعني اللاعب يلعب في اكثر من مركز، يلعب في يلعب مع منظومه الفريق. فمبخوت اليوم ياسي يؤدي هذا الشيء، هذا اليوم انت اليوم سواء مبخوت او حتى اللاعبين الاخرين، اليوم انت مصادر القوه ومصادر التهديف في نادي الجزيرة متعددة. أنا أقول لك يعني صحيح. كل اللاعبين في مختلف الخطوط يسجلون، كل من تسنح له الفرصة أن يسجل هناك منظومة للفريق يمشي عليها هناك. اليوم يعني صحيح أن الشارج اليوم ما كان في حالة جيدة أو كذا، لكن بعد الجزيرة قادم 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 صحيح. وعارف شو يبغي الجزيره، يا يبغي يفوز نعم. يعني يا يبغي ياخذ الصداره، هذا المطلوب وهذا اللي حققه اليوم انت اليوم يعني من الايام النادره او المباريات النادره ان الشارجه يخسر ثلاث اهداف لا شيء. صحيح ان الحين المباراتين الاخيرتين خسر، لكن هاي طبعا نرجع بالذاكره ونشوف متى اخر مره الشارجه خسر ب3-0 قبل هالاسبوع هذا او قبل هالفتره هذه. الشارجه ما كان يخسر بالشكل هذا. صحيح. يعني شوف الشارجه لغز محير اصبح اليوم، اللاعبين هم اللاعبين الموجودين في الدور الاول. صحيح. وين الشارجه الدور الاول؟ ما بتكلم عن الاجانب بس، لا وين الشارجه بشكل كفريق ككل كفريق كمنظومه كروح. اليوم لو كل اللاعبين يملكون الروح يلعبها شكروف
اعتقد شكل فريق الشارجه بيكون مختلف اليوم. هذا اللاعب يعني تلاقي اكثر لاعب يعني متاثر من الخساره، اكثر لاعب تشوف يلعب من خلال الصوره كذلك يعني شفناها يعني نعم. من خلال الصوره وحتى من خلال المباراه اليوم في كل المباريات تشوف اللاعب يقاتل ويلعب ويبذل مجهود. في وقت تشوف اللاعبين الاخرين يعني ما بقول يتمشون في الملعب، لكن اللاعبين الاخرين مو موجودين في الملعب اساسا. نعم. اساسا اللاعبين كانوا في مستوى، اليوم اصبحوا في مستوى اخر. الفريق اللي كان مرعب، الفريق اللي كان يدخل المباراه والناس يعني او الفرق الثانيه تحسب حساب، اليوم اصبح فريق عادي. نعم. كل الفرق جرأت على الفوز على الشارجه، لان ما عاد الشارجه اللي كان موجود قبل. بالتالي اليوم بعد ما كان الشارجه يغرد في الصداره بفارق نقاط ويلعب بارتياح، اليوم اصبح تحت ضغط، ولا اليوم تنازل من على المركز الاول للمركز الثاني. نعم. والضغط اصبح يعني اكثر على الفريق للعوده للمركز الاول، لكن الاخرين قادمين. اليوم بنياس اصبح بينه وبين الشارجه بس نقطه. نعم. واحده. الجزيره فارق بنقطتين، فالشارجه اليوم امام ضغط اكبر عن الضغط الاولي لاستعاده الصداره مره ثانيه. صحيح. الموسم مضغوط، واللاعبين لابد انهم يعرفون هذا الشيء. ما دام الفريق خرج من المسابقات، من كل المسابقات الكؤوس، فالتركيز في مسابقه الدوري اصبح هو. نعم. اصبح هو الحل الوحيد. ما عاد الفريق يفكر في يعني مثل هناك في فرق تفكر في اكثر من مسابقه. لكن نعم. اليوم يعني انا كنت اتوقع اليوم ان مباراه اليوم ان الشارجه تكون عندها رده فعل، يعني بعد خروجه من كاس سيدي صاحب سمو رئيس الدوله، كنت اتوقع ان الشارجه اليوم يخرج بشيء يعني يكون بشكل ثاني. نعم. يمكن بدايه المباراه أوحت لي ان الشارجه انه ممكن اليوم. نعم. يعني يكون شكل مختلف، لكن مع سير المباراه لا شفنا ان ان ان, أن الجزيره هو اللي افضل. لا ان الشارجه. نعم. ان الشارجه يعني هو على مستوى. صحيح. في الفتره الاخيره ما تطور مستوى، ما. نعم. تحسن مستوى، لا يعني. وهناك حاله كبيره من الاحباط، هناك حاله من عدم الثقه في النفس من بتشوفها في اللاعبين. يعني لما مثل ما تفضل ابو خالد وقال احنا نشوف يعني ايجور يترك الكره لسواريز، معناته هناك حاله من عدم الثقه في النفس بالنسبه لايجور. واضح. نعم. لانه هو كان اللاعب رقم واحد اللي متخصص في هالنوع من، هو اللي يسدد ضربات الجزاء، هو يسدد الكرات الثابته، هو اللي يحرك الفريق اليوم. فكان من باب اولى انه خاصه في مباراه مثل هذه. نعم. المباراه انه هو يكون اول واحد موجود. صحيح. يعني لكن ارجع اقول ان حاله عدم الثقه الموجوده في اللاعبين واضحه. نعم. للعيان، واضحه للي يشاهد الفريق. فبالتالي اليوم لابد من استعاده هذا الشيء هذا، لان حرام انه يعني الفريق بعد ما كان متصدر وبعد ما كان بطل الشتاء وبعد ما كان يعني ان استطاع. نعم. الفوز على المنافسين، اليوم ولا منافس هو. صحيح. قادر على مقارعته سواء على ارضه او خارج من ارضه. واضح جدا. بخيت اذا قلت لك عط الشارجه شيء من الحلول، انت عطيت النصر ما شاء الله حلول والنصر مشوا، الحين الشارجه محتاجين حلولك يا بخيت. على فكره هذا صندوق الحلول عندنا في برنامج ملاعبنا. كفو والله ما عليك زود. ما شاء الله عليك. وثاني يوم بيعطيكم الحل. وثاني الشارجه اذا احتاج استشاره منك، اللي مر فيه الشارجه مش طبيعي. خمس مباريات، اذا شفنا الجزيره في الخمس مباريات الماضيه اربع انتصارات تعادل، الشارجه الانتصار اصبح يعني منوه للجماهير بعد ما كان في متناول يديه. بدايه مبارك فريق الجزيره الفوز اليوم، وهارد لك فريق الشارجه. يمكن اذا بنتكلم عن فريق الشارجه حاليا، بالنسبه لفريق الشارجه انت تقول عطني الحلول. اول شيء خلنا نسال سؤال، فريق الشارجه من اللي كان عامل فارق في الفريق بشكل عام؟ الكل كان يراهن على ايجور، وانا اشوف مش بس ايجور وغيره من اللاعبين، يعني الفريق اليوم منظومه. ويلسون من ولتون سواريز ايجور ولتون سواريز وكايل. يعني ولتون من خلال رجوعه للفريق هو يمكن سوى المنافس الفعلي لايجور، حتى فتره من الفترات كنا نقول يمكن ولتون هو اللي عامل الفرق من خلال التسجيل، وكنا نتغنى بولتون في الفترة اللي طافت. ولتون حاليا وإيغور وكايو هم اللعيبة اللي أصلا عاملين الفرق. قبلها كان مينديز وولتون وإيغور. خروج مينديز خسارة للشارجة؟ أكيد أكيد. يعني مينديز لحم الفرق اللي عاملينه، وكان بإمكانك أنت تخلي يعني تستعين فيه حتى مثل يكون مثل المحترف الرابع الموجود في الفريق. فبالتالي أعتقد أن حين حاليا هو اللي مؤثر على الفريق.
مستويات اللعيب المواطنين والمقيمين هي نفس المستويات، ترى ما في فرق كثير. قصدك المواطن والاجنبي نفس المواطن والمقيم المقيم الاجنبي؟ طيب. هم مستوياتهم في فرق الشارجة، اتكلم عن فرق الشارجه. اي نعم، هم نفس المستويات، لكن منو اللي كان يعمل الفرق؟ اللي هو ايغور ويلتون ومفروض كايف في الفتره هذه. اللعيبه الثلاثه حاليا خاصه في مباراه اليوم كانوا مش موجودين كلاعيبه، يعني عندهم مشاكل، عندهم وضع معين، يمكن سوء طالع. عقدك ساري ما توقع عندك تاخير في مستحقاتك، ما يعني شو المشكله اللي بتطرا في وجهه نظرك انت؟ يعني انا وجهه نظري يمكن في بعض اللعيبه يمكن كانوا يرتؤون مثلا يطلعون من النادي لنادي ثاني بعقد اكبر، ممكن يعني هذا اللي سمعناه يمكن من الحديث اللي تدور، ممكن هالشيء اثر نفسيا على اللعيبه. يمكن ويلتون اعتقد مفروض انه يجدد، يعني حد يفاوضهم مثلا؟ هذا طبيعي، هذا وضع طبيعي، فكره القدم شيء يعني مفروغ منه. فبالتالي ويلتون في الفتره الاخيره ممكن يتريى التجديد، لانه ما زال اعتقد معلق بينتهي عقده، خلاص بينتهي عقده فيتريى. فهالامور النفسيه احيانا تاثر على اللعيبه. واضح. رجوع الشارجه وانتبه الحل، ورجوع الشارجه ورجوع اللعيبه هذه على المستوى، وانا اعتقد لين الحين مشكله الشارجه من بعد فريق مباراه الكاس مع النصر يواجهوا اقوى فريق في الدوري، اللي هو الفريق اللي يعني تقريبا مستقر من ناحيه النفسيه والتكتيكيه. نعم. فريق الجزيره، اتوقع يمكن على الاحداث اللي صارت في الشارجه ورجوع الشارجه، محاوله الشارجه ان يرجعون للمباراه، ما اسعفهم الحظ، لان الفريق اللي قدام قوي جدا. صحيح. ممكن في الفتره الجايه ما زال فريق الشارجه متصدر، ما زال فريق الشارجه من الفريق يعني يعتبر الثاني حاليا. صحيح. بعد الجزيره عند الفرصة للرجوع من خلال المباريات الجاية، لأن فريق الشارجة مشكلته إنه ياس يلعب مباريات القوية تباعا مباراة بعد مباراة، فبالتالي يعني أنا أعتقد إنه في الفترة هاي مفروض تكون جلسة هدوء مع الكابتن إن شاء الله عبد العزيز العنبري، إن شاء الله يرجع بالسلامة. نعم. ويرجع الفريق على نفس الفريق، هو نفس اللعيبة بيردون براحهم، أنا متأكد 100% الفريق بيرجع ما دام هو بعده في المنافسة وفي صلب المنافسة بينه وبين الأول حاليا ثلاث نقاط. هاي مو مشكلة عودة، المشكلة إن يوم الناس تتكلم بشكل كبير، المشكلة إن الناس تتكلم بشكل كبير حاليا. نعم. إن الفريق الشارجة عنده مشكلة، فريق الشارجة عنده ما أدري الموضوع، لكن الفريق ما زال في المنافسة. طيب. خلي الفريق يمشي. نعم. بشكل سلس، وممكن يرجع بأي لحظة وبرجوع مستوى المحترفين. طيب نحن راح نذهب إلى مباراة أخرى وهي محطة شباب الأهلي في هذه الجولة، اصطدمت برغبة خورفكان على تحقيق نتيجة إيجابية غابت عن الفريق خلال الجولات الماضية، وهو الحافز الذي صعب المهمة على فريق الفرسان في مواجهة شهدت تسجيل 7 أهداف. نتابع. وسط ما يحصل في صراع القمة، ما زال الفرسان يحافظون على الحظوظ ويقيمون الأوضاع أولاً بأول. استقبلوا النسور على استاد راشد، يدركون صعوبة الخصم وهو من أوقفهم بالتعادل في الدور الأول، لذلك شباب الأهلي بدأ قوياً. نحو 20 دقيقة تأتي رأسية متقنة من محمد مرزوق تعلن عن تقدم المستضيف بالنتيجة. فقط 8 دقائق كانت كفيلة للخورفكاني لإدراك التعادل بهجمة منظمة ونهاية مميزة من عمر جمعة. الإثارة استمرت وارتفعت أكثر في الموقعة المميزة، يوسف جابر بتسديدة عالمية يعطى الأفضلية من جديد للأهلوية. لم ييأس أبداً النسر القادم من الشرقية، ومع بداية الشوط الثاني بدقيقة واحدة فقط النجم عمر جمعة من جديد يأتي ويعلن عدم استسلام كتيبة كايو زناردي، يحرز التعديل بطريقة غاية في الإبداع والجمال، ويعيد اللقاء إلى نقطة البداية ويزيد فيها الندية والتنافسية أكثر وأكثر. الخرفكاني عنيد وأتى لدانة الدنيا بهوية مختلفة. باولو ميلو أمام المرمى يعلن عن تقدم النسور لأول مرة في اللقاء، وفرحة عارمة لكتيبة الأخضر. فرسان ديرة بعدها أحسوا بالخطر وحاولوا التعديل في أكثر من مناسبة، وهو ما تكفل به يحيى الغساني الصفقة المميزة للأحمر. مع مهدي علي لا ييأسون أبدا، هكذا بث بهم المحنك روح التحدي. جلال الدين يصنع وإدواردو البطل، يخرج الفرسان الحمر بفوز ثمين من أمام خصم عنيد، عاد إلى عروس الساحل الشرقي بأداء مشرف وبنتيجة لا تعكس ما قدمه النسور من قوة وتنافسية.
الحمد لله على كل حال احنا قدمنا مباراه كبيره وجايين بهدف ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه وهلا انعكس في الملعب وانتم شفتونا احنا كنا ندمج النادي شباب الاهلي ما قصرنا في شيء بس يعني انت تلعب مع فريق كبير وعلى الرغم من هذا كنا ند وكنا نلعب وكنا متقدمين لاخر دقائق هي اخطاء تستوي بعد يعني انا ما اقدر اتكلم انا شغلتي اني انا لاعب وبس يعني ممكن انا بقول فقدنا التركيز والله احنا سوينا اللي علينا في الملعب وكنا نامل في النتيجه الايجابيه لكن هذا الاستوى في الاخر باذن الله خرفه كان طموحنا نتقدم في جدول الترتيب ان شاء الله as opções que o Chabab Ali tem no banco fez a diferença na fase final do jogo. بشكل الفارق هو التبديلات اللي اجراها شباب الاهلي لانه عنده الدكه بالاحتياط تقدر تشكل الفارق. As alterações nos colocaram para trás. التبديلات حطتنا بشكل مدافع بشكل اكبر. A gente teve um desgaste muito grande durante o jogo para ir buscar o resultado. فانه كان اللاعبين تعبوا بشكل كبير جدا خاصه انه كنا عم نحاول نرجع للمباراه وقدرنا سجلنا وتقدمنا للمباراه. Isso no final do jogo fez a diferença das trocas da força que ele tinha ofensiva. وهذا هو الشيء اللي شكل الفارق والتبديلات خاصه التبديلات بشكل هجومي. Eles estão nós estamos com 15 pontos, estamos melhor que todos que estão atrás da gente. نحن عندنا 15 نقطة وأعتقد أن نحن أفضل من الفرق اللي ورانا. Agora a tabela para nós é muito difícil porque a gente está os primeiros 5 jogos são contra clubes que estão brigando lá em cima. الجدول بالنسبة لنا صعب جدا خاصة أنه عم نلعب خاصة أول 5 مباريات ضد فرق اللي عم تنافس على الدوري. Mas a gente está jogando de igual para igual com todos eles. ولكن نحن عم نقدر نلعب بشكل متساوي مع جميع الفرق. Agora vamos levantar a cabeça, trabalhar muito para o próximo jogo em casa. والحين انه نرفع راسنا ونكمل نفس المسيرة اللي بدينا فيها ونصحح الأخطاء اللي حصلت بهذه المباراة ونلعب المباراة على العمل على الأرض. Ele é um grande jogador. اسماعيل حمادي لاعب كبير جدا. E faz a diferença. ولاعب يعني بيقدر بشكل Claro que não dá para a gente adivinhar se ele ia fazer a diferença, mas ele teria tudo as condições de fazer. ولكن مثلا نجزم انه بيقدر يشكل الفرق ولكن متأكدين هذا الموضوع انه بيقدر يشكل فرق انه لاعب عنده قدرات عالية جدا. هارد لك لفريق خرفكان نفس ما شفت قدم مباراه كبيره ونحن اليوم نفس ما قلت ما كنا في المستوى بس جبنا المطلوب 3 نقاط تعرف انت الحين احنا يمكن شهر ونص يمكن لاعبين فوق 12 مباراه كل 3 ايام مباراه فاللعيب شوي شيء اكيد شيء طبيعي انه شوي بيحسون في تعب فاهم صراحه نحن مركزين اكثر شيء على فريقنا احنا نفوز والفرقه الثانيه كل واحد يخدم نفسه ونحن نتمنى نكون بين 3 الاوائل. شوف احنا دورينا ما في فريق ضعيف، فريق خرفكان يسعى في كل ما عنده انه يفوز في اي مباراه عشان يتم في الدوري، وفريقنا ايضا لازم يفوز في اي مباراه عشان يبقى في المنافسه. شوف نفس ما قلت ضغط المباريات على اي فريق يكون صعب، يمكن فريق شباب الاهلي اكثر فريق يلعب في الدوري مباريات لانه موجود في كل البطولات، مشارك في كل البطولات، ينافس في كل البطولات. هالشيء يعني لازم يكون عندك دكة احتياط جاهزة وكل لاعب يدخل يعطي كل ما عنده وبمناسبة خسارة الشارجة أكيد شوف خسارة الشارجة الحين الشارجة تقريبا رجع المركز الثاني الجزيرة أصبح المركز الأول وعندنا مباراة مع الجزيرة في الدوري المباراة الجاية هي راح تكون يعني يا نكمل في المشوار يا نكون برا المشوار لكن نتمنى أن نقدم مباراة كبيرة ونكون نقدم مباراة كبيرة ونفوز على المباراة ونكمل المشوار إن شاء الله. هارد لك على نادي خرفكان أدوا مباراة طيبة وأدوا مباراة جيدة مبروك لنا أحب أبارك للفريق وللجمهور أعتقد المباراة كانت في الشوط الأول كنا متسيطرين على المباراة وماسكين المباراة بشكل كبير ومتحكمين في المباراة لكن في الشوط الثاني ارتكبنا بعض الأخطاء خلت تسجل علينا بعض الأهداف لكن الحمد لله أنه يحسب للفريق بعد التغييرات اللي عملناها رجع الفريق تعادل وسجلنا هدف الفوز وهذا أهم شيء في المباراة أن أخذنا 3 نقاط و
ما تابع الدقيقة الأخيرة من مباراة خورفكان وشباب الأهلي، خورفكان خسر في آخر الثواني من شباب الأهلي، واستطاع شباب الأهلي أن يحقق المطلوب في مباراة مهمة بالنسبة له لمواصلة عروضه المميزة بقيادة مهدي علي. أبو خليفة، أتوقع شباب الأهلي يعني انصدم برغبة كبيرة من أبناء خورفكان في تحقيق نتيجة إيجابية، وحتى الدقائق الأخيرة من المباراة كان خورفكان متقدم، إلا أن حلم خورفكان بالثلاث نقاط انهار مبكرا. أنا أعتقد أن خورفكان يعني هنيب على المستوى اللي طلع فيه. خورفكان يعني تلاحظ أنك أنت يعني مب هاي المباراة، خورفكان فايز على الجزيرة، تعادل الشارجة، تعادل الأهلي في الدور الأول، قدم مباراة اليوم كبيرة، وكان يعني في جزئية بسيطة كان ممكن أنه يفوز. نعم. يعني يعني لأنه في يعني كان باقي فترة بسيطة من المباراة كان فايز، لكن أعتقد يعني فخورفكان نقطة ضعفه هو الحارس المرمى. حارس المرمى اليوم ما خدم الفريق في كثير من الأوقات، وفي كثير من الكور يعني إحنا شفنا إنه أنا أعتقد أنه يتحمل جزء كبير من الأهداف اللي دخلت عليه. الأهلي يمكن اللي نفعت الدكة يعني ثاني مرة يعني بعد مباراة حتى الدكة تغير نتيجة المباراة. نعم. اليوم نزلوا لاعبين اثنين، واحد منهم صنع هدفين وواحد سجل هدف. فأعتقد أن الدكة بالنسبة للأهلي هي نقطة قوة موجودة في الفريق، بالإضافة إلى الفريق. طيب. لأن الفريق اليوم أعتقد أن حتى لعب المباراة هذه وتفكيره في مباراة الوصل في نصف نهائي في إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي، وهذا شيء طبيعي. نعم. لأن الفريق اليوم أصبح طموحاته عالية جدا، سقف طموحاتك مرتفعة، توقع الشارع الرياضي من الفريق هذا عالي. بس اليوم يمكن قبل ما أختم أن يعني اليوم نقطة أو مباراتين الحين، مباراة حتى في الدوري ومباراة اليوم في مع خورفكان في الدوري، خط الدفاع. نعم. فترة من الفترات يعني بعد ما استلم كابتن مهدي الفريق لاحظنا التحسن اللي كان على خط الدفاع، لاحظنا قوة خط الدفاع وأن يعني الصعوبة في تسجيل أهداف على الفريق. نعم. لكن في مباراتين الفريق استقبل خمس أهداف في مباراتين، وهذا عدد كبير على نادي مثل نادي الأهلي وعلى خط مثل خط دفاع النادي الأهلي. وهي نقطة سلبية أعتقد لابد من تداركها إذا الفريق يعني يحاول يعني لأن أمام مباراتين كبار. صحيح. مع الوصل في نصف نهائي كأس الخليج العربي، ومن ثم مع الجزيرة، مباراة مع الجزيرة بتحدد حظوظ الجزيرة في الدوري بشكل كبير. في حالة اجتياز الجزيرة يعني فريق الأهلي بيكون يعني أنا أتوقع بنسبة 90% أن يعني الدوري بيكون منتهي، بيكون في مصلحة الجزيرة. طيب أبو خالد، تحدث عن شباب الأهلي، هو الفريق الوحيد اللي يعتبر موجود في الأربع بطولات، أخذ السوبر وعنده ثلاث بطولات موجودة، النهائي في بطولة، نصف نهائي في بطولة، قطع شوط أول إلى النهائي، وكذلك الدوري حظوظه قائمة. مهدي غير من شكل شباب الأهلي بشكل كبير جدا، من المركز التاسع للمنافسة يحرز لقب ويمكن يضيف مزيد من الألقاب هذا الموسم. أنا باختصرها في دكة البدلاء وفي اللعيبة الموجودين داخل أرضية الملعب وفي خبرة كابتن مهدي ومعرفة اللعيبة مع مرور الوقت، الفريق يحقق أرقام خلنا نقول يعني ما كانت متوقعة مقارنة في بداية الموسم. لكن لما نتكلم عن المباراة أبو عبد الرحمن، نقول مبروك حق فريق شباب الأهلي، وأيضا أقول مبروك حق فريق خورفكان، ما أقول لهم هارد لك على المستوى اللي قدموه في مباراة اليوم. حقيقة الفريق يمتلك شخصية، الفريق يمتلك لعيبة موهوبين، يمتلك لعيبة يعملون الفارق. اليوم شفنا عمر جمعة ربيع التألق اللافت بالنسبة لليوم. صحيح. تسجيل هدفين من أروع الأهداف، وأيضا يحسب للفريق اليوم أنه يلعب في ملعب شباب الأهلي، الفريق اللي معروف يعني أنه على ملعبه صعب جدا. كانت شخصية الفريق، أنا في نظر الشخصية أنه حتى الثلاث مباريات اللي لعبت قبل مع الفرق اللي تحت اللي هي حتى خسر عمان وخسر وأيضا الفجيرة خسر، رفع الضغط عن فريق خورفكان ودخل في مباراة الشباب الأهلي ما عندي شيء يخسره. فاجأ فريق شباب الأهلي بالأسلوب الضاغط من الأمام، استطاع أن يكون عنده حضور في المباراة حتى في الفترات اللي سجل فيها شباب الأهلي. كان فريق العيب الوحيد اللي أنا أخذ على الفريق ردة الفعل دائما تكون حاضرة عند تسجيل هدف أو استقبال هدف. طيب. فريق خورفكان عند استقبال هدف ردة فعلك طبيعية أنك أنت تبغي تعود، لكن كانت مشكلته في ردة الفعل بعد تسجيل الهدف. سجلوا هدف التعادل
سجلوا هدف تعادل عمر جمعة ربيع على طول في نفس الدقيقة. يوسف جابر سجل هدف بعدم تركيز من الحارس ومن خط الدفاع. صحيح. الشوط الثاني سجلوا في توقيت متميز جدا أيضا هدف التعادل، ورجع أيضا سجلت الفوز في الدقيقة 76، يسجل عليك هدفين في الدقيقة 76، أنت فاز بنتيجة المباراة. دكة البدلاء عملت الفرق. أقول لك ليش، الكابتن مهدي عمل تغييرات هي من ساهمت في إحراز الهدفين، يحيى الغساني وجلال الدين هم من صنعوا الهدف وسجل. صحيح. الهدف الثالث كارلوس إدواردو. بالمقابل دكة بدلاء خورفكان لم تسعى في الفريق حقيقة. إذا كان هناك من عيب في الفريق في خورفكان امتياز الفريق بشكل عام حقيقة حتى في إدارة الفني لهم، لكن دكة بدلاء لا تساعد أي مدرب، لأن طيب. اليوم البديلين اللي نزلوا نزل طارق الخديم ونزل عادل سبيل. عادل سبيل في الكرة اللي فيها الجول الرابع، الكرة في رأس المهاجم وهو رافع القدم لافتكاك الكرة، صعب في موقف مثل هذا جزئيات من أخطاء صحيح. بسيطة تضيع لك مباراة. أنا أقول فريق قدم مباراة كبيرة، نقول لهم مشكورين، ومثل ما قلت في البداية مبروك شباب الأهلي، وأيضا حتى إشادة كابتن مهدي فريق خورفكان بالفعل مستحقة بالنسبة نعم. لفريق الخور، قدموا مباراة جيدة، ولكن نتمنى أن تكون أيضا تصب في الناحية المعنوية ولو أنها ما صبت في الناحية النقطية حق نعم. المرحلة القادمة وهي الأهم. أنت اليوم جولة ما لعبت، كل الفرق اللي وياك تحت خسرت، فلذلك نعم. استثمر هذا الفوز من ناحية معنوية حق المسابقة حق المباريات القادمة بإذن الله. بخيت نقطة أتوقع كانت مستحقة على أقل تقدير لخورفكان عطفا على الأداء الكبير اللي قدمه في المباراة. بالفعل اليوم فريق خورفكان يمكن ما بزيد على كلام ابو خالد، ولكن في نقطه تكلم فيها عصام عبد الله حق ابو خالد الاستديو اللي طاف، قال لي ترى خورفكان عندهم 6 مباريات بياخذونها في خساره في المباريات القويه اللي موجوده حاليا. كم خلصوا من بعد خلصوا الست اليوم اخر هو قال لنا البارحه، قال بخيت عقب ما تخلص المباراه اطري هاي السالفه، الست خلصن ومن بعد هالمباريات بيبتدي فريق خورفكان أن يرجع بقوة، مع أن اليوم كان يستحق الفوز اليوم. طيب. فريق خورفكان كان يستحق أنا الفوز. أنا لي حق الرد. نعم. لي حق الرد. لا ما ترد ولا شيء. لا 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 لا, لا 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 لي حق الرد على هالموضوع. أنا قعدت أبني على هذا المستوى اللي شفته اليوم. صحيح. على هذا الفريق اللي شفته بس اليوم. انت ترد يوم بيع عصام لا لا لا, لا ما دام يعني. الوصيه هني انا رد على الوصيه انا ابي انا ابني على المستوى عبد الرحمن على المستوى اللي قدم الفريق اليوم الفريق يقدر يجابه اي فريق في الدوري واضح اشوف انت تفوز على الشارجه تفوز اليوم على اليوم لا تقول لي حظ انك تفوز على الجزيره 3-0 اكيد وانك تتعادل مع العين وانك تفوز على الشارجه كل هالامور هاي كلها لا تقول لي فيها حظ، الفريق يقدم من افضل مبارياته جزئيات بسيطه اللي ينقص فريق الخور في وجهه نظري الشخصيه انا قائد الفريق مو موجود حتى عامل خبره في اخر وقت المستقبل عبد الرحمن شوف اللي شاف المباراه اليوم صحيح ما يتخيل ان خورفكان في المركز 11 ب 15 نقطه صحيح يعني يمكن يعني مباراه كبيره كانت لو كان يعني شخص غريب او شخص من خارج الدوله يشوف المباراه بين الفريقين بيتوقع ان خورفكان في مركز افضل في منطقه في الوسط في منطقه قريبه من المقدمه لان الفريق يؤدي بشكل جيد الفريق يؤدي كره صحيح. سلسه يعني عنده لاعبين يعني استفاد من اللاعبين المقيمين استفاد من اللاعبين الاجانب استفاد من هذا من يعني ويقارع اليوم لما تتقارع اكبر الفرق بامكانياتها لاكبر منك وانت أكيد. تكون بالشكل هذا اعتقد ان الفوارق الفنيه بين الفرق مش موجوده ما ينفع الاداء لازم تفوز المهم في الاخير هو كلام ابو عبد الله طلع صحيح ست مباريات علي انا يوم قلت لك عن حتى ما ينفع الاداء لازم تفوز قلت لي لا تضيف للرصيد هو مصاب ينفع الاداء مصاب كان شوف اعذرني بخيت الحين انت الحين موضوعك وياي انا زين انا وصلنا الى نقطه الختام اعذرونا كلامك انت نعم شكرا بخالد ما قصرت وثاني ما قصرت حياك لكن لا تغير كلامك لا ما عليك كلامك ترى اقول لك ما ينفع الاداء ما قصرت الله يحييك يا بخالد كثير من التساؤلات وصلتنا هل استقال عبد العزيز العنبري ولا لم يستقيل تدور الأمور في وسائل التواصل الاجتماعي لا يوجد أي رد رسمي أو خبر رسمي من إدارة النادي أو أي من المقربين للمدرب أو المدرب نفسه فأنا أقول خذوا ليلتكم بهدوء وناموا والصباح رباح بإذن الله إلى الملتقى